قاعدين يفسر لنا في الطريق من اللاذقية الحلب إلى طرطوس. 4 ساعات في الباص. يلا هاي يلا بينا نمشي نغسل شوق. يلا يلا روح على كراج العنب والله هذا أسهل شيء دغري الكراج. تقول حتى كيش يتعدوا تاكسيات في الزنق هذا ماشيين تو الجراج اسمه جراج حرستا. الجراج هذا يهزك فيه اللواجات والكيران يهزوا الحلب واللاذقية. شوفوا سواء نمشوا اللاذقية على طول بعدين نرجع الحلب ولا طرطوس مهم أنا ماشيين. ربيع في سوريا أزهار ما شاء الله. شوف طقس جميل. وصلنا للمحطة هذه اللي تنزل اللاذقية كل شيء. أما اللي استغربت أن كمية الدمار على المنازل المحيطة هامة وكبيرة ياسر. وانت داخل المحطة هذه ثم تفتيش يصير. كيف فتشني طلب مني نفرح به فرحت به وفتش فتش الشنطة لقي فيها الرزوار. عرفتوا الرزوار معاها صابون ساشيه هيك فيها رزوار وصابون. قال لي ممكن تعطيها لي. قلت له خوف يا هذا الباص متاعنا. الباص هذا آخر اثنين نحن الحق. بسم الله هذه في اي بي تقعد عند الشباك ولا وين؟ ايه عند الشباك. بسم الله عملنا ترتيحة صغيرة في الطريق إلى اللاذقية. شرينا فيها ساندويتش بالكبدة. لكن غريب إنهم يعطوا معه النعناع. مش عارف يأكلوا في النعناع ولا كيف الحكاية. شوف حاطيني معها ربطة نعناع والطماطم. أحمد هاي الكبدة. الكبدة تسمى سودا. سودا هاي تسمى سودا. ساندويتش سودا. حلو. بعد البوز والغداء في الباص يعطوك كعبة حلوة. كاس مي. لكن الطريف انه الكاس مي شوف قداش كأنه مي زمزم. سبحان الله كيف الطبيعة تغيرت. كانت جبال الدنيا قاحلة ولد خضار واشجار. الطريق هذي ما بين حمص وتلكلخ. تلكلخ على اغلب هذي التفاصيل اسمها تلكلخ. كلخ كلخ وصلنا تو لمدينة اللاذقية. فنمشي نحوم على اوتيل نباتوا فيه الساعة نحطوا فيه البقاش وعلى طول نخرج ونعمل بكم دورة في مدينة اللاذقية. خليكم تابعين. أول حاجة نعملوها هي نصبوا الفلوس في التليفون خاطر الانترنت كملت. الانترنت في سوريا تصبوا فلوس في التليفون وتفعل كارتة كما في تونس. صبيتهم مثلا 70,000 ليرة أعطوني 25 جيجا. 70,000 ليرة حكيت 4 دولار وشوي. هاي رجعت هنا الحياة بعد ما صبينا الانترنت في التليفون. لكن المشكلة في الوتلة هنا أبارامو السوري لازم موافقة أمنية. الأجنبي أوكي أما السوري لازم موافقة أمنية. يلا نشوفوا حل. مثلا حاليا الكهرباء مقطوع على كل سوريا. أرجع بعد تقول إحنا 4 ساعات 5 ساعات. الناس كل تلقاها حاطين موتار كيما هذا نهار كامل هو ينبر. أول مرة جاي للاذقية. الله يخليك شكرا لك. دراسي ولا مشوار؟ لا زيارة. جاي زيارة لسوريا. بدك في مواقع حلوة طبيعة. اي كلها حلوة. كنت في الشام يعني امس كانت ممتازة. هاي السفر عن تونس مشهور والله. دخلت عن طريق لبنان خطوط دايركت يعني على طول ما فماش ما بين سوريا وتونس. الشغل كيف الشغل في تونس هلا؟ كيف الشغل هنا بشكل عام؟ والله اقتصاديا متوسط.
ماشي حال. موجودين؟ ايه في سوريين يشتغلوا في تونس عادي، موجودين يشتغلوا في المطاعم في... يعني هيك دخل الفرد هيك متوسط؟ لا دخل الفرد متوسط، مثلا في تونس دخل متوسط دخل الفرد ممكن والله يتلقى ممكن $300 او اقل. ايه اخير من مثل العراق تقريبا. ايه مثل العراق، لكن ما هيش طبعا هذيك الدولة الاوروبية ولا مثل الخليج، يعني ماشي الحال. نشموا اصابعنا انا نشموا. هي تحديد السوداء لازم 5 العرب دابا زبده. كم الإطلالة على اللاذقية من الفندق، سكنت في الحي الشعبي هذا، هذه مدينة اللاذقية في القلب متاعها. أنا الحياة جميلة. عرضتنا البنية هذه شفتوكش مكسرة حسب ما قال لي صديقي آدم، من أثار الزلزال. عرفتوا الزلزال اللي خلاني يضرب تركيا مس حتى شمال سوريا، فبعض الأباني القديمة شوي يعني تضررت كل شيء. هذه منهم البنية هذه اللي طاحت طبعا، هي تأثرت بالزلزال اللي صار بشباط ونزل جزء منها، بس دعموا يعني بدعامات مشان ما تهر البناية. ربي يستر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيه بالنطوة يا عطوة، تجدت واللي رماك ما قلنا لك يا حلو. أعطيه الحس. الوردي جميل. أعطيه أعطينا شيء. كمون اللوز الحليب شاف شعب اللبن يفوت ناوله. ما شاء الله عليه. إلى الفورتزن شنجر وناويل. أعطيه الحس. ما قلنا لك يا حلو. أعطيه أي لديو تكرم عينب. إيوة تسلم. كم هذي؟ 3000 مش 2000. هاي شنجر وناويل. أعطيه هاي يا باش، مش نجربوا اليوم الفول. بسم الله. أعطيه. شكرا. إلى الفورتزن. أعطيه يعني إلى الأعلى. مشيت العنابة. العنابة أبو جاية. أوه سنة كم هذه؟ 79 طبعا. أنت ما قلت خلقان. أيه وقت؟ بسنة 79 صح. والله ما كنتش خلقان وقت منو. ما قلنا لك يا حلو. أعطيه أعطيه إلى الفورتزن شنجر وناويل. أعطيه الفرد تزني أنا تطلع لفوق. ها يلا يلا يلا. السلام عليكم ياسو. شوف ما شاء الله. ايش تعمل؟ ايش تسوي؟ ذرة مشوية. هذه ذرة مشوية؟ وين هالذرة؟ هذه ما شاء الله. بكمل واحدة بكم؟ ثمانية آلاف ليرة. ما شاء الله. بوب. هذا الذرة المسلوقة ما شاء الله. أنا بدي مسلوق. لا أنا بناخذ المشوي. مشوي أحلى. هذه من نفس السعر؟ نفس السعر بس تبيده. لا منقينا واحد كبير. أنا قراري واضح مشوي. قرارك آخر قرار. آخر قرار المشوي. مشوي واحد. مشويلي. نحب المشويات. شوف اللقطة هذه. هو كل. بطري. هاي البطاريات. ايه اكيد لاحظت ان في ما هناش واحد في سوريا ما عندهاش بطاريه. طبعا لازم طبعاً. اكيد. شوف الفن ما شاء الله. اعطيه الحس خبره. مرحله التقطيع وبعدها بيحصل البهارات. عم نجرب اذا كان بون ابيتي. بون ابيتي. تي بارل بيان اون فرونسي. هذه المشويه. المشويه احلى المشويه. لا على التيك توك. ها على التيك
توك. على التيك توك. انت ما عندكمش تيك توك؟ نعم. في سوريا ما في تيك توك؟ في سوريا ابدا ما في تيك توك. سوريا الخليج اهل بغداد. اهل بغداد. ايه. ايه. انت من بغداد؟ انا من هون الهادية لخي. لك لك شو؟ لخي. لولي هيا وينك ايش عملت لي وين القطانية هيا ذرة ذرة ايش اسمك انت ادم ادم وحوا وينها حوا مختفية دور عليها مختفية ان شاء الله تلقى حوا ان شاء الله ان شاء الله يا فمك لباب السماء ان شاء الله تشاعج حوا اي قال لي من فمك لباب السماء كم عمرك يا ادم انت 13 سنة ما شاء الله يا ادم إيه؟ الدخان عمالي عيوني يا اخي بعد عن الدخان بعد انت ما يدير لك شيء لا متعود متعود تمشيش تحرقها لا تستوي تستوي لا تحرقها لا احلى ادم وديما ادم وللصبح ادم اهلا وسهلا فيك ما شاء الله ولا آخرة النهار كمان وللفجر آدم للصبح آدم أحلى ناس على الكياس عارف شو معناه الكياس الكياس هو الطريق هذا أنت أحلى ناس على الكياس أهلا وسهلا تسلم هذه سخونة طبعا جربها غير بعدنا أكلش فيها لا لا كيف شفرتها ناكلها أكلك يا مثل هيك إيه لا نحبها نحب لا بدي ما بدي كلمة بدي لا خليها قلت لك ملح قلت لي ملح خاطر ما صامته عندكم سورية بيشتغلوا فوق ها؟ أه؟ شوفوا سورية فوق عندكم في تونس موجودين السوريين يشتغلوا في المشاوي عرفت المشاوي هذا اللحم موجودين في المطاعم يا كثرهم في الشمال أكثر شيء وفي سوريين يجوا لتونس عشان يحاولوا يطلعوا لأوروبا يحصلوا فيزا من زي التوانسة بيعودوا شهرية هذيك الهجرة ها؟ بيعودوا شهرية هذيك راتب راتب السوري في تونس؟ اه راتب متواضع منصور 250 دولار هكا مقارنة بهنا ممكن تصور أحسن إيه قليل ها؟ قليل إيه لا تونس راتب متوسط يعني معظم التوانسة يهاجروا لأوروبا بيجوا يتمروا هاجروا ها؟ يتمروا اللي حبيبي على اوروبا في عالم احنا موجودين حاليا في كورنيش اللاذقية معايا صديقي ادم وحسام لكن بنوريكم الكورنيش الكورنيش ما يبانش الدنيا ظلام حاولوا غدوا نرجع له في ضوء الصباح ان شاء الله لكن الحركة ناقصة الحركة ناقصة اليوم غريب اليوم غريب العادة بيكون في اكثر من هيك ناس فاليوم بعدين احنا جينا صارت الساعة وقت متأخر ايه حوت اللاذقية السمك السوري 90,000 ليرة وهذا شو اسمه سلطان ابراهيم عادي الجربيلي شو سعر الكيلو من هذا؟ 75 نعملوا فيه مشوى شكرا جانا ضيف صديقنا هذا بيت معنا من الصين جاي حتى هو يحوس هكاك ترافلر فهمت واحنا انا راكشين في الغرفه هذه الضوء كالعاده مقصوص هذه كي تمشي تمشي بالبطاريه حد الان لا تقول لا ثمن مكيف لا شيء شيء ما يخدم هو هذا وتيل شعبي على الاخر اوريكم الاطلاله برا حالياً قريب 11 متاع الليل. Please just sing us something in Chinese. Some local. بنطقه بالسيف. قالوا لنا غنينا أغنية بال متاع شنو؟ I'm sorry, I'm very shy. come on. You know, before we want to sing the song, we need a very good music system. We go to the karaoke. We sing the song. I'm a very good singer. Or I play some guitar. I will manage to sing. You understand? Yeah, I understand. So, but he just sang a song. So, you need to do this. I can show you the video of my song. Okay. I can show you the video. Yes.
بتهبلوه الراجل بتهبلوه ليش بتهبلوه مسكين لا يا زلمه انا قلك كان الزلمه بيعزف جيتار بالله فنان انت ما بتعزف عود شي من عود بيعزف عود ورواق العود هو رواق ايه رواق 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 انا خيوب بعزف بحب مقام النهون والحجاز ما شاء الله ابدع فيهم هذول حتى الرست كثير بحبهم حتى الرست مش خايب عندك ثقافة موسيقية تعرف المقامات وكل شيء ما شاء الله الشعب السوري مثقف موسيقي قهوة اكيد قهوة